السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا دكاترة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. النهاردة ان شاء الله هنكمل مع بعض سلسلة المحاضرات في جي اي تي موديول، وعنوان محاضرتنا الفيتامينز. تعالوا نفتكر مع بعض الكونسبت map of the GIT module. احنا دلوقتي هنكون في ثالث محطة، خلصنا اول مرحلة عندنا مرحلة digestion والabsorption. تاني مرحلة عندنا اتكلمنا عن الليفر ميتابوليزم فيما يخص اليوريا سايكل والليفر، في الرول اوف ليفر في الديتوكسيفيكيشن والزينوبيوتكس والهيم كاتابوليزم كمان. اخر حاجة واخر محطة هنتكلم عليها هنبتدي بالفيتامينز ميتابوليزم اللي هنتكلم عليها في محاضراتنا النهاردة. بعد كده يكون فاضل لكم ان شاء الله المينرال ميتابوليزم، ونكون خلصنا GIT module lectures. ايه في الفيتامينز بتاعتنا؟ ايه هي الاي ال اوز المفروض في اخر المحاضره بتاعتنا نكون وصلنا لها؟ هنعرف ايه هي الفيتشرز اوف ذا فيتامينز، شكلهم ايه الفيتامينز دول، هنبتدي نعمل لهم كلاسيفيكيشن اكوردنج تو ذير سوليبيليتي، نعمل زي فيزيكال كلاسيفيكيشن كده، هنقسمهم لعيلتين، عيله الووتر سوليبل وعيله الفات سوليبل او الليبيد سوليبل فيتامينز. هناخد كل عيله فيهم نشوف مين الممبرز بتوعها، نشوف مين ايه مين اعضاء العيله دي والفانكشنز بتاعت كل فيتامين، ولو حصل ديفيشنسي في كل فيتامين ايه المانيفستيشنز اللي هتظهر على العين. خلونا نشوف مع بعض كده يعني ايه فيتامينز، ليه سموها اصلا فيتامينز، ليه سموا المايكرو نيوترينز دي اللي احنا بنحتاجها سموها فيتامينز. الاسم جاي من جزئين، الجزء الاولاني اسمه فيتال بلس امين. فيتال يعني جاي اللاتين وورد يعني اسمها فيتال، يعني فيتا يعني لايف، خلاص جاي من اهميتها للحياه. امين هما كانوا فاكرين اول ما اكتشفوا الفيتامينز دي ان الاستراكشر بتاعها، لان هي استراكشر دي شويه فيه بعضهم سيميلر للامينو اسيدز، عشان كده سموهم امينز، عشان كده سموهم فيتامينز. طيب احنا عشان نتفق مع بعض، احنا الجسم بيحتاج الفيتامينز بكميه قليله بير داي، الريكويرمنتس بتاعتي قليله ما هياش كتير، وباخدها مني من فين؟ من الاكل، ولو حصل ديفيشنسي في الاكل بضطر اخدها سبلمنتس، محتاجاها بكميه من مايكرو جرام لملي جرام بير داي، مش اكتر من كده، فبالتالي انا محتاجاها عندي بكميه قليله قوي. ومين اللي بيوفر لي الكميه دي؟ الديلي سبلمنتيشن، الدايت، عشان كده انا محتاجه جود، دايما يكون عندي جود نيوتريشن. ايه هو الديفينيشن اوف فيتامينز؟ فيتامينز ار اورجانيك نيوترينتس ذات ار ريكوايرد تو سمول كوانتيتيز فور ا فرايتي اوف بايوكيميكال فانكشنز. اتفقنا ان انا الفيتامينز دي اورجانيك نيوترينتس، انا محتاجاها بكميه قليله، بالرغم ان انا محتاجاها بكميه قليله لكن انا محتاجاها بشده ليه؟ لمجموعه مختلفه من البايوكيميكال فانكشنز في جسمي وبايوكيميكال رياكشنز. كام مره واحنا بناخد الميتابوليزم من اول ما ابتدينا، في سواء كان في الموديولز اللي خدناها قبل كده كنا بناخد pathways و reactions، نقول لكم reaction ده محتاج vitamin B6، reaction ده محتاج NAD و FAD، reaction ده محتاج TPP. كم مرة قلنا في reaction إن هو محتاج سواء vitamin أو coenzyme أو حاجة derived من vitamin؟ كتير كتير جدا. فبالتالي انا الفيتامينز دي ليها دور مهم جدا ومحتاجاها في variety of biochemical functions و reactions موجودة في جسمي، ده غير طبعا الوظائف الأخرى، فانا محتاجاها بشده. مشكلتها ايه؟ ان هي مش بتتصنع في الجسم، فبالتالي لازم اخدها في الدايت، لازم اخدها في الدايت. نقول ده حد ده لا، ده انت لازم تاكل كويس، انت شكلك عندك نقص فيتامينات، انت لازم تاكل كويس، وكمان هنديك فيتامينز سبلمنتس، ادويه بياخد الفيتامينز اقراص مثلا. يبقى ليه انا لازم ادي سبلمنت للفيتامينز او اعوض الفيتامينز دي او اكل كويس لو انا عندي نقص فيتامينز، لان هي مش بتتصنع جوه جسمي، تمام؟ يبقى لازم انا اخدها في الاكل. ليه لازم اخدها في الاكل وليه لازم اعوض لو في ديفيشنسي فيها؟ لان الديفيشنسي في الفيتامينز او لو كانت مش موجوده ابسنس او ريليتيف ديفيشنسي اوف ذا فيتامينز في الدايت، ده بيؤدي الى ديفيشنسي ديزيزز وديفيشنسي مانيفيستيشنز، بيؤدي الى امراض ويظهر على الشخص اعراض نقص الفيتامينز، ودي اللي هناخدها ان شاء الله بالتفصيل في كل فيتامين. طيب اتفقنا ان احنا قسمنا الفيتامينز according to the solubility لwater soluble و fat soluble او lipid soluble vitamins، وكمان هنقسمها تقسيمة داخلية في وسط التقسيمة دي according to the function. ازاي؟ دي classification اللي انا قلتلكوا عليها. اتفقنا ان احنا قسمنا الفيتامينز لعيلتين كبار، عيلة الفات soluble الA والD والE والK، وعيلة الwater soluble اللي هما C وبقية الB كلها، خلاص. طيب بالنسبه للبي بقى قسمتهم according to their function، لقينا ان هم ليهم البي كومبلكس دول اقدر اقسمهم according لوظيفتهم في جسمنا. اول واحد الانرجي ريليزنج، في مجموعه مسؤوله عن
انرجي ريليزنج. كم مره خدنا في الميتابوليزم قلنا ان فيتامينز مهمه بتدخل في رياكشنز، وانا عايزاها ككو انزيمز في رياكشنز عشان تطلع لي انرجي كتير، وهنتكلم عليهم بالتفصيل في كل فيتامين. يبقى لقينا مين المجموعه اللي مسؤوله عن الانرجي ريليزنج، B1 وB2 وB3 B5 وB6 وB7. طيب وفي عيله تانية لقيناها وظيفتها انها هيماتوبويتك، مسؤوله عن هيماتوبويزز. يعني ايه هيماتوبويتك؟ يعني هي مسؤوله عن الفانكشن والديفرنشيشن بتاع البلاد سيلز. زي مين؟ زي الفوليك اسيد والساينوكوبالامين B9 وB12. يبقى احنا هنا قسمنا الفيتامينز للفات سولبل والووتر سولبل اللي هي الخصائص الفيزيائيه بتاعتهم. الووتر سولبل العيله دي قسمناها اكوردنج للنون بي اللي هو السي الفيتامين سي، والبي كومبلكس قسمناهم على حسب وظيفتهم، قدرنا نقسمهم لمجموعتين انرجي ريليزنج وهيماتوبويتك. تعالوا نشوف مع بعض شويه كاركترستكس او خصائص كده في عائلات الفيتامينز الووتر سوليبل والليبيد او فات سوليبل فيتامينز. اول حاجه هنتكلم على الووتر سوليبل فيتامينز، او مين هم الممبرز بتوع العيله دي. اتفقنا ان فيتامين سي وكل البي كومبلكس موجودين في عيله الووتر سوليبل فيتامينز. طيب بالنسبه للانتستاينال ابزوربشن بتاعهم كلهم مفيش مشكله عندي في الابزوربشن، عندي الفيتامين بي 12 بس عشان نذكر ان هو محتاج ترانسبورتر، محتاج عشان يحصل له ابزوربشن سبيسيفيك جلايكوبروتين اسمه انترنسيك فاكتور. الانترنسيك فاكتور ده مهم عشان يحصل امتصاص للفيتامين بي 12. كمان البي 12 محتاج ترانسبورتر في الدم اسمه ترانسكوبالامين عشان يشيله وهو ماشي في الدم. طيب دول ووتر سولبل فيتامينز، يبقى بالتالي لو زادوا النسبه بتاعتهم زادوا اكتر من رينال ثريشولد هيقدروا يحصل لهم يورينري اكسكريشن، عشان كده هم they are not stored في جسمي، ما لهمش مخزن ما عدا عندي الفيتامين بي 12. الفيتامين بي 12 اللي احنا قلنا عمالين نقول من ساعتها كل حاجه الفيتامين بي 12، البي 12 ده اكسبشن في الستورج، ليه بروتين معين في الليفر بيمسك فيه ويخزنه في الليفر. طيب بالنسبه للتوكسيسيتي ديو تو اكسس انتيك، هما ووتر سولبل لو زادوا زياده عن احتياجي او خدت زياده منهم هما ووتر سولبل يقدروا ينزلوا اليورين، فبالتالي هما مفيش توكسيسيتي عندي بالنسبه لهم، هما مش مالهمش ضرر توكسيسيتي او مش سامين بالنسبه لي في الاكسس انتيك. ليهم كو انزايم فانكشن، طبعا ليهم كو انزايم فانكشن، قلنا البي ليهم وظايف كتير جدا في الانرجي ريليزنج، فبالتالي طبعا بيعملوا كو انزايمز مهمين عشان انرجي برودكشن والهيماتوبويزز، وده هنتكلم عليه بالتفصيل بعد كده. طيب بالنسبه لعيله بقى الفات سولبل او الليبيد سولبل، اتفقنا مين هم العيله دي، عيله الاي والدي والاي والكي. طيب هم الليبيد سولبل او فات سولبل، يبقى عليهم نفس قوانين الليبيدز، عشان يحصل لهم انتستاينال ابزوربشن محتاجين ايه؟ محتاجين البايل اسيدز والبايل سولتس، فبالتالي اي اوبستراكشن عندي في البيلي ريتراكت بتاثر على الابزوربشن بتاعهم. طيب بيتشالوا ازاي في الدم؟ دول ليبيد سوليبل، يبقى بيتشالوا متشالين على الشيال. مين الشيال بتاع الدهون؟ اللايبوبروتينز، وفي بعضهم ممكن يتشال على سبيسيفيك ترانسبورت بروتينز، يبقى في هم ممكن يتشالوا على اللايبوبروتينز اند اور سبيسيفيك ترانسبورت بروتين زي الاي زي الدي، كل حد فيهم ليه كده سبيسيفيك ترانسبورت بروتين ممكن يشيله في الدم. طيب هل هم ليبيد سوليبل؟ هل بيحصل لهم اكسكريشن ان يورين؟ لا they are not excreted in urine لان هم ووتر انسوليبل، بس هم بيتخزنوا عندي في الليفر، ليهم بيتخزنوا عندي مخزن في الليفر، فبالتالي ممكن يحصل من الاكسس انتيك يحصل لهم توكسيسيتي عشان جسمي مش قادر يتخلص منهم زي الووتر سوليبل، ما عدا الفيتامين اي. الفيتامين اي حتى لو خدت اكسس انتيك ما يعمليش توكسيسيتي. طيب مين فيهم الليكو انزايم من الليبيد سولبل ليكو انزايم فانكشن؟ الفيتامين كي، هناخد ان هو ليكو انزايم فانكشن مهم عشان الماتيوريشن بتاع الكواجيريشن فاكتورز، وده هنتكلم عليه بالتفصيل في مع الفيتامين كي ان شاء الله. تعالوا نتكلم بقى مع بعض على تفاصيل كل واحد فيهم من الفات سوليبل فيتامينز. اول واحد هنبتدي بيه هو الفيتامين اي. دايما من الحياه كده ومن خبرتكم كده في الحياه والكلام اللي احنا بنسمعه، دايما نقول فيتامين اي ده مهم عشان ايه؟ مهم عشان النظر. تعالوا نشوف مع بعض الكيس سيناريو ده الاول، وبعد كده نشوف نبتدي نتكلم على فيتامين. نادر was driving home one evening after dark and he realized he suffered from difficulty in seeing the markers on the road increasing gradually over the past 6 months. هو كان مروح بالليل وحس ان هو عنده مشكله ان هو يشوف بالليل العلامات بتاعه الطريق، وبقاله في الموضوع ده حوالي 6 شهور. His eyes were itchy and dry. عينيه دايما كانت itchy يعني بيهرش في عينيه، ودراي ناشفه.
He gave a history of malabsorption, intestinal bypass surgery, and more recently bariatric surgery. يعني هو قال في الهيستوري بتاعه لما سألناه، قال ان هو كان عنده مشكلة، عنده مشكلة malabsorption، في مشكلة في الامتصاص، كمان هو عامل عملية bypass surgery، intestinal bypass هي تحويل مسار، وعمل bariatric surgery العمليات اللي هي بتاعة التخسيس. التشخص العيان ده ان هو diagnosed as vitamin A deficiency. ليه احنا قلنا العيان ده عنده vitamin A deficiency؟ اتفقنا ان احنا فيتامين ايه ده مهم جدا عشان النظر، طول عمرنا عارفين كده، حد عنده مشكله في النظر ده عنده نقص فيتامين ايه. يبقى اول حاجه عرفنا منين ان هو فيتامين ايه ديفيشنسي، اول حاجه ان هو عنده ما بيشوفش كويس بالليل، خلاص يبقى عنده مشكله في الفيجن سبيشلي ات نايت، وهنعرف كمان شويه ان فيتامين ايه ده مهم جدا عشان النايت فيجن سبيشلي. تاني حاجه عنده اي مانيفستيشنز، اللي هو مين؟ اللي هو عنده dryness و itchy eyes. ال dryness في الأي دي من ضمن المانيفستيشنز القوية للفيتامين A deficiency. تالت حاجة إن هو عنده مشكلة malabsorption. اتفقت معاكوا إن الفيتامينز ممكن تكون عندي في مشكلتين، إحنا الفيتامينز لازم ناخدها في الأكل صح كده، لأنها مش بتتصنع في جسمي، فلو حد عنده deficiency of vitamins حاجة من الحاجتين، يا إما ماكلش، ما بياكلش كويس، ما خدش الفيتامينز دي، او خدها وما حصلهاش absorption، ما حصلش امتصاص، يبقى بالتالي هنا العيان ده عنده ايه؟ ما حصلش، عنده مال absorption، عنده مشكله في الامتصاص بتاع الاكل وامتصاص الفيتامينز. يبقى الترياد ده هو اللي خلاني اشك، وبعد ما بقيت عملت بقيه الانفستيجيشنز طبعا، ان انا شخصته as vitamin A deficiency، ان هو عنده مشكله في النايت فيجن، عنده اي مانيفستيشنز، وعنده مال ابزوربشن. كده من الثلاثه تريات دول اتاكدت ان هو عنده فيتامين اي ديفيشنسي. كده هنبتدي نتكلم مع بعض على الفيتامينز. دي كونسبت ماب، كل الفيتامينز هنتكلم على مين هو الفيتامين، اسمه ايه، ولو ليه اكتر من اسم هنتكلم عليه، الكيمستري بتاعته، الاكتيف فورم، ولو ليه درايفد كو انزيمز برضه هنتكلم عليها، ايه هي الفانكشنز والكاتالايزد رياكشنز بيدخل فيها الفيتامين ده، طب لو حصل ديفيشنسي في الفيتامين ده ايه اللي يحصل، ده برضو اللي هنتكلم عليه دلوقتي بالتفصيل في كل فيتامين. يلا نتكلم مع بعض على اول فيتامين عندنا اللي اسمه فيتامين A. ايه اسمه التاني فيتامين A؟ اسمه انتي زيروفسالميا. ليه اسمه انتي زيروفسالميا؟ انتي يعني ضد، زيرو يعني دراي، فسالميا يعني عين، يبقى هو انتي زيروفسالميا يعني هو ضد الدراينس اوف ذا اي، anti dryness of the eye، يبقى هو بيحمي العين من الدراينس، عشان كده نادر الكيس اللي احنا سائلينها كان عنده dry eye، عينه ناشفة يعني ما فيهاش tears كفاية او ما فيهاش fluid كفاية. فالاسم التاني للفيتامين A هو anti xerophthalmia vitamin. بالنسبة للكيمستري اوف فيتامين A، فيتامين A من عيلة اسمها عيلة الريتينويدز. طيب ايه خصائص عيلة الريتينويدز دي؟ هي بولي ايزوبرينويد كومباوندز. يعني ايه بولي ايزوبرينويدز؟ يعني عندهم الايزوبرينويد يونت دي اللي انا معلمكوا عليها دي عندهم فيها اكتر من واحدة، هما بولي ايزوبرينويد، وكمان عندهم اللي هي البيتا ايونون رينج. موجودين في ثلاثة فورمز. ايه هما ثلاثة فورمز اوف فيتامين A؟ عندي فورم اسمه ريتينول، فورم اسمه ريتينال، والفورم اسمه ريتينويك اسيد. طيب هو ليه اسمه ريتينول؟ عشان عنده هنا الكحول جروب اهي، اسمه ريتينال ليه؟ عشان عنده الدهايد جروب، واسمه ريتينويك اسيد عشان الاسيدك جروب بتاعته اهي. يبقى انا عندي الفيتامين A الكيمستري بتاعته ده من عيلة الريتينويدز، موجود في ثلاثة فورمز، الفورم الاولانية اسمها ريتينول، الثانية اسمها ريتينال، والثالثة اسمها ريتينويك اسيد. ايه هي sources of vitamin A؟ طبعا عنده sources، ليه sources كتيرة في الأكل. أنا عايزاكم تعملوا activity إن انتوا تجمعوا sources of كل الفيتامينز اللي احنا هناخدها وتجمعوها، حاجة تبقى ظريفة إن احنا نعرف ايه هي مصادر الفيتامينز في الأكل اللي احنا بناكله. وأنا مدياكوا كلو أهو في الصور اللي أنا حاطها لكم دي، هحطها لكم في كل فيتامين، بس المهم هنا بالنسبة لي عايزاكم تعرفوا حاجة معينة. أنا عندي حاجة اسمها بيتا كاروتين. ايه البيتا كاروتين ده؟ ده برو فيتامين A. يعني ايه؟ يعني بريكيرزر بيتحول بعد كده الى فيتامين A في جسمي. موجود فين البيتا كاروتين ده؟ موجود في الجزر.
موجود في الجزر، عشان كده دايما نقول بيقولوا الاطفال الجزر بيقوي النظر. عشان ايه؟ عشان ده مصدر مهم للفيتامين ايه، هو ده البريكيرزر بتاعه، الان اكتيف فورم بتاع الفيتامين ايه اللي بيتحول بعد كده الى فيتامين ايه في جسمي. وفين مكانه؟ البيتا كاروتين ده موجود في الاكل، في الجزر. كمان هو من ضمن الوظائف بتاعته البيتا كاروتين ان هو مسؤول عن الانتي اوكسيدنت اكتيفيتي بتاع الفيتامين ايه. عشان كده ده من الحاجات اللي كنت عايزه اقول لكم عليها مهمه في السورسز ان احنا نعرفها. وكده كلو للسورسز بتاعت الفيتامين ايه، عايزاكم بقى تجمعوها وتبقوا توروها لي في الكليه ان شاء الله. طيب ايه هي الفانكشنز اوف فيتامين ايه؟ الفيتامين ايه طبعا ليه فانكشنز عديده، اتفقنا ان اهم حاجه ان دايما نقول فيتامين ايه ده بتاع النظر، مهم جدا للعين. الفيتامين ايه ده مهم جدا للفيجن، يبقى اول فانكشن عندي ان هو essential for the vision. قلت لكم اتفقت معاكم انهي فيجن ان سبيسيفيك، المهم جدا للنايت فيجن، مهم جدا للنايت فيجن. طب ليه مش موجوده عندكم؟ بس عشان تفهموها ليه مهمه، عشان انا عندي في العين في عندي السيلز اللي اسمها الرودز، في جواها بيجمنت اسمها رودوبسن. طيب الرودوبسن دي هي المسؤوله عن النايت فيجن، ان احنا نشوف كويس في النور الخافت. طيب الرودوبسن ده عشان يحصل لها ريجنريشن وتبقى موجوده، انا محتاجه فيتامين اي. طب لو انا عندي فيتامين اي ديفيشنسي، مش هيبقى عندي رودوبسن، او هيبقى في مشكله في الرودوبسن بتاعي، فهيبقى عندي مشكله في ان انا اشوف بالليل، فهيبقى عندي حاجه اسمها نايت بلايندنس. خلاص الناس اللي بيبقى عندهم نايت بلايندنس نقول عنده ده ما بيشوفش كويس بالليل، او لو النور خافت وضعيف قوي ما يشوفش، الناس دي بيبقى عندها فيتامين اي ديفيشنسي او عندها حاجه اسمها نايت بلايندنس. تمام، يبقى اول حاجه قلنا هو essential for the vision، وانا قلت لكم كده ليه. تاني حاجه مهمه جدا عشان maintenance of healthy epithelial tissues، healthy epithelium بقى بتاع السكن مهم قوي، كمان للعين للepithelium of the eye مهم جدا. لو انا الepithelium عندي لو فيتامين A مش موجود هيحصل deficiency في الفيتامين A، هيأفكت الepithelium، خصوصا الepithelium بتاعت اللي موجوده في الاي، يأفكت بقى اللاكريمال جلاندز بتاعت الاي والكورنيا، وهنتكلم على الكلام ده في الديفيشنسي. تمام، يبقى قلنا essential for vision، maintenance بتاع healthy epithelial tissue، مهم قوي للبون والتيث والكونكتيف تيشو، فبالتالي لو مش موجود هيأثر على البون والتيث فورميشن. مهم جدا عشان بيرجليت السيل جروث والديفرنشيشن، يعني بيمسك في ريسبتورز معينه بتمسك في اماكن في حتت اجزاء في الدي ان اي بتبقى بتأفكت جين اكسبريشن ومهمه وبتريجليت السيل جروث والديفرنشيشن. طيب ليه وظيفه مهمه جدا ان هو انتي اوكسيدنت، واتفقت مين اتفقت معاكم مين الانتي اوكسيدنت اللي هو البرو فيتامين او البريكرزر بتاع الفيتامين اللي هو البيتا كاروتين اللي موجود في الجزر. بس يعني احنا بنقول ان الفيتامين ايه ليه انتي اوكسيدنت اكشن، مهم قوي كمان للريبرودكشن. ليه مهم؟ في البروسيس بتاعت السبرماتوجينسيس، تكوين السبيرمز عند الميلز، فعشان كده الفيتامين ايه ده مهم في الريبرودكشن بروسيس. يبقى دي وظائف الفيتامين ايه، essential for vision، بيمنتين healthy epithelial tissue، الconnective tissue والبون والتيث، بيرجليت السيل جروث والديفرنشيشن، ليه انتي اوكسيدنت اكشن، ومهم في الريبرودكشن. طيب لو انا عندي بقى deficiency في الفيتامين A، هيحصل ايه deficiency manifestations؟ احنا تقريبا قلناها واحنا بنقول الفانكشنز. هيبقى عندي eye manifestations، هيأفكت السكن والميوكس ممبرين، هيأفكت البون والتيث، ويأثر على البروسيسز التانية برضو. خلاص؟ بس دول مين اللي هنفوكس عليهم؟ الـ eye manifestations بيأفكت السكن والميوكس ممبرين والبون والتيث. تعالوا نشوف هيأفكت ازاي الـ eye manifestations. أول حاجة في الـ manifestations of the eye، ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيظهر على العيان؟ بيظهر حاجة اسمها night blindness، زي الكيس بتاعتنا اللي كان عنده مشكلة ان هو يشوف بالليل، حاجة اسمها نيكتالوبيا. احنا اتفقنا ان اهم فانكشن عندي او اول فانكشن قلناها في الفيتامين اي ان هو important for vision، اتفقنا ان هو انهي vision اللي هو night vision اللي هو النور، اما بنشوف في نور خافت. طيب العيان ده عنده نقص في الفيتامين A، فمش هيقدر يحصل ريجنريشن بتاعت البيجمنت اللي اسمها الرودوبسن، فمش هيقدر يشوف كويس بالليل، يجيله حاجه اسمها اللي هو العمل الليلي اللي هو نايت بلايندنس او نيكتالوبيا. تاني فانكشن قلناها مهمه ان هو مهم عشان الهيلثي ابيثيليوم. طيب لو هو الفيتامين A ما عنديش هيلثي ابيثيليوم، من ضمن الحاجات اللي بيأثر عليها الابيثيليوم بتاع الاي دي، ده من ضمن الاماكن targeted في الفيتامين A هو العين. طيب انا عندي unhealthy بيبقى بيحصل ايه؟ بيحصل hyperkeratinization للإبيثيليوم.
فالهايبركريتنايزيشن او الهان هيلثي ايبثيليوم يعمل ايه؟ يقفل اللاكريمال جلاند اللي هي الجلاند اللي بتطلع الدموع. فيحصل ايه في العين؟ يحصل حاجه اسمها دراينس اوف ذا اي اللي هي اسمها زيروفثالميا. عشان كده فيتامين ايه اسمه انتي زيروفثالميا، لان هو بيمنع الدراينس اوف ذا اي. لكن لو واحد عنده فيتامين اي ديفيشنسي بيحصل ان هيلثي ايبثيليوم، بيحصل هايبر كيراتينايزيشن، الايبثيليوم بيبقى كيراتينايزد، يقفل اللاكريمال جلاند، ما تطلعش دموع، العين يحصل فيها دراينس، حاجه اسمها زيروفثالميا. طيب ايه كمان؟ يجي العيان في الكونجنكتيفا حاجه اسمها بيتو سبوتس. شايفين الكونجنكتيفا الجزء الابيض ده فيه في النص كده فيه سبوتس كده لونها ابيض، بيبقى ابيض مصفر كده، اللي اكتشفها واحد اسمه بيتو، عشان كده سموها بيتو سبوتس. كل ده من الانهيلثي ايبيثيليوم بتاع الكونجنكتيفا. ايه كمان؟ بيجي العيان الكورنيا اللي هي القرنيه، يبتدي يحصل لها اوباسيتي، يعني يحصل فيها عتامة، لأن بتبقى عندها unhealthy epithelium. ويحصل العين ده حاجة اسمها keratomalacia. يعني ايه keratomalacia؟ malacia يعني ضعف، ضعف في الكورنيا، كيراتو في الكورنيا، فبيحصل ضعف في القرنية. خلاص بتبقى ضعيفة وتعمل عتامة كده على العين، وممكن تربتشر وتؤدي إلى blindness. خلاص العين يجيله عمى تماما، ودي المانيفستيشنز اللي بتحصل في الآي. ايه تاني المانيفستيشنز اللي بتحصل؟ اتفقنا ان انا عندي unhealthy epithelium، فبالتالي انا السكين عندي بيبقى رف، دراي، بيبقى ناشف وسكيلي، بيعمل زي قشر زي ما احنا شايفين كده. ليه؟ عشان عندي hyperkeratinization، ده unhealthy epithelium. طيب ايه كمان اللي بيبقى affected؟ كل بقى الابثيليوم عندي، epithelium بتاع respiratory tract، هيحصل فيه ايه respiratory tract؟ هيقلل الميوكس secretion، مش هيبقى فيه ميوكس كفايه، الابثيليوم hyperkeratinized مش هيبقى طبيعي، مش هيحصل فيه mucus secretion، هيحصل فيه dryness. طب حصل فيه dryness، هل فاكرين لما خدنا في قبل كده ان لازم يكون فيه secretions جوه respiratory tract عشان السيليا تعرف تطرد البكتيريا؟ هنا مش هتعرف تطرد البكتيريا، فبالتالي انا هبقى عرضه لبكتيريال invasion. نفس الحكايه في الجي اي تي والجينيتورينري. طيب انا لو عندي الجي اي تي بتاعي او اليورينري سيستم بتاعي ما فيهوش الابثيليوم بتاعه ابنورمال، ده بيبقى عرضه اكتر للبكتيريا انفيجن. عندي اليورينري تراكت ده لو ما عنديش فيه التراكت ده ما بيبقاش ويل هايدريتد، وبيبقى الابثيليوم ابنورمال، ده يخليه عرضه اكتر انه يكون ستونز والعيان يجيله يورينري ستونز. اتفقنا؟ يبقى ده تاني افكشن ممكن يحصل اللي بيأثر على السكن والابثيليوم بتاع الريسبيراتري والجي اي تي تراكتس. ايه كمان؟ اتفقنا ان هو الفيتامين ايه مهم عشان البون والتيث، فبالتالي لو انا عندي فيتامين ايه ديفيشنسي ده بيعمل delayed growth of the bone وإيربشن of the teeth. كده نبقى خلصنا مع بعض الفيتامين ايه. نصيحة مني وانتوا بتذاكروا الفيتامينز ان جنرال، انا وانا بذاكر كده حاطه الجزء بتاع الفانكشنز قدامي، اطلع منه اسهم على طول وانا بذاكر احطه قدامه الديفيشنسي بتاعه. بالنسبة لي كده الفيتامينز على طول كلها هتخلص في وقت قليل قوي. مع بعض الفيتامين اي، اول واحد من الفات سولبل فيتامينز. تعالوا نكمل مع بعض الفات سولبل فيتامينز، وهنتكلم بعد كده على فيتامين مهم جدا حديث العصر والساعه والناس كلها دلوقتي، والابحاث بقى لها فتره بتتكلم على الفيتامين دي واهميته في جسمنا، هنتكلم عليه ان شاء الله. بس قبل ما نتكلم عليه بقى تعالوا نقرا مع بعض الكيس سيناريو ده. A mother of 24 month old girl visited the pediatric outpatient clinic complaining that her daughter has failure to thrive and unusual gait. أم جابت بنتها عندها سنتين بتقول إن هي مش بترضع كويس، يعني failure to thrive مش بترضع بصورة طبيعية، وعندها unusual gait مشيتها فيها حاجة مش مظبوطة، أو يعني طريقة مشيها أو الجيت بتاعتها مش مظبوطة. On examination she has bowed legs, thick rests and dental caries. لما كشف عليها الدكتور لقى عندها حاجة اسمها bowed legs، شايفين رجليها عاملة زي مقوسة كده ازاي لبره، دي اسمها bow legs. And thick rests, rest بتاعتها thickened, and dental caries. Her mother stated that her daughter's diet consists predominantly of breastfeeding 5 times daily. هي بتقول إن بنتها تقريبا مش بتاكل غير إنها بترضع تقريبا الأكل الأساسي بتاعها رضاعة 5 مرات في اليوم. And she lacks the exposure to sunlight. طبعا لما الدكتور سألها هي بتتعرض للشمس ولا لأ، قالت له لأ تقريبا مش بتتعرض للشمس خالص. عملنا البنت دي الانفستيجيشنز لابوراتري والراديولوجيكال. اللابوراتوري انفستيجيشنز ايه الريزلتس اللي طلعت لي؟ طلع لي في عندي ديكريز لل
سيرم كالسيوم ليفل، وكمان بيكريس سيرم 125 داي هيدروكسي كول كالسيفرول اللي هو فيتامين دي 3. خلاص يبقى ده الريزلتس اللي طلعت لي لما عملت لها لابوراتوري انفستيجيشنز. طيب البنت عندها بون ديفورميتي زي ما احنا شفنا، عندنا عندها بو ليجز وعندها ثيكند ريستس، فلازم اعمل لها راديولوجيكال اكزامينيشن او انفستيجيشن، يعني لازم اعمل لها اشعات. طلع عندي لما عملت لها راديولوجيكال انفستيجيشنز طلع عندي ساينز اوف ريكتس. يعني ايه ريكتس؟ ريكتس اللي هو مرض الكساح، المرض بيجي للاطفال في الجروينج تشيلدرن والانفنتس وجروينج تشيلدرن نتيجه نقص للفيتامين دي. يبقى ايه قصة البنت دي؟ قصة البنت دي ان البنت دي اللي مشكلتها ان هي اللي عندها فيتامين دي ديفيشنسي. طب احنا اتفقنا ان اي فيتامين ديفيشنسي بتبقى المشكلة عندي اول حاجة اما ما بياخدش فيتامين في الاكل، البنت دي معتمدة على البريست ميلك وده بور سورس اوف فيتامين دي، ده اول حاجة. ما بتاكلش اكل كويس يبقى عندها بور نيوتريشن. تاني حاجة انه ممكن ما يبقاش فيه ابزوربشن، هنا ما ذكرش حاجة على موضوع الابزوربشن ده، لكن في فاكتور مهم جدا عندي هنا في الفيتامين دي وسورس مهم جدا الفيتامين دي مش عند البنت دي. ايه هي؟ ان احنا ذكرت الام في الهيستوري بتاعها ان هي مش بتعرضها للشمس، ومن ضمن السورسز القوية للفيتامين دي هو الاكسبوجر تو ذا سان لايت. ليه؟ لان انا عندي في ديريفيتيف من الكوليسترول اسمه 7 دي هيدروكوليسترول. ال 7 دي هيدروكوليسترول ده بيبقى بيتحول الى فيتامين دي 3 عن طريق الالترا فايلت ريز اللي جايه من الشمس، من ضوء الشمس. فبالتالي الناس اللي عندهم نقص في الفيتامين دي نقول لهم لازم يقعدوا في الشمس. يقعدوا في الشمس يعني لازم الجلد بتاعهم يبقى اكسبوز للشمس، لا من ورا الازاز ولا من تحت الهدوم. ليه؟ لان 7 دي هيدروكوليسترول لما بيتعرض للشمس بيتحول الى الفيتامين دي 3. يبقى دي الانفستيجيشنز اللي عملناها للبنت وصلنا للتشخيص ان البنت دي عندها ريكتس. طيب ليه هنا البنت عندي عندها كمان ديكريس سيرم كالسيوم ليفل؟ لان من ضمن الوظائف الاساسيه للفيتامين دي 3 ان هو يحافظ على السيرم كالسيوم ليفل في الدم وزين النورمال عن طريق ميكانيزمز مختلفه هنتكلم عليها كمان شويه بالتفصيل. عالجنا حالة البنت دي، حلينا المشكلة بتاعتها ازاي؟ اديناها فيتامين دي سنجل انجكشن الأول عشان كدوز قوية على انها عندها نقص في الفيتامين دي وعندها ديفورميتي، بعد كده اديناها سبلمنتيشن من الفيتامين دي والكالسيوم لمدة 3 مانث. مهم جدا ان احنا وي ايديوكيتد المذر اباوت الامبورتنس بتاعت الديلي سان اكسبوجر، لازم تعرض بنتها للشمس، ما ينفعش بس ان هي تاخد فيتامين دي واورال وسبلمنتيشن وكالسيوم وخلاص، لازم نفهمها ان هي لازم تتعرض بنتها للشمس، كمان لازم البروبر نيوتريشن تاكل اكل غير اللي بس ما تبقاش معتمده بس على الميلك الفيدنج يعني بريست فيدنج، ولازم انها كمان تاكل اكل فيه فيتامين دي. بعد 2 مانث السيمتومز اتحسنت، البون ديفورميتي اتحسن، لما جينا قسنا السيرم ليفل بتاع الفيتامين دي والكالسيوم لقيناهم اتحسنوا. وكده وصلنا في الاخر لان احنا حلينا مشكله البنت دي اللي كان اتشخصت از ريكتس اللي هو مرض الكساح عند الاطفال. طيب يبقى احنا هنتكلم النهارده دلوقتي على الفيتامين دي 3 او الاسم الثاني للفيتامين دي اسمه انتي راكيتيك. لسه قايلين ان الفيتامين دي ديفيشنسي، فيتامين دي 3 ديفيشنسي يعمل مرض اسمه ريكتس، عشان كده هو اسمه انتي راكيتيك، بيمنع الريكتس. زي ما احنا شايفين كده مصدر الاساسي بالنسبه لي هو التعرض للشمس. ايه هي السورسز الاخرى؟ طبعا عندي نيوتريشنال سورسز، اتفقت معاكم ان انتوا اللي هتجمعوها، عندي مصادر من الاكل لكن قلنا المصدر الرئيسي انا عندي اهو 7 دي هيدروكوليسترول بيتحول بالالترا فايلت ريز الموجوده في الشمس الى الفيتامين دي 3 او اسمه التاني كول كالسيفرول. طيب انا خلاص تعرضت للشمس او كلت فيتامين دي في الاكل، ازاي تعرضت للشمس؟ انا عندي 7 دي هيدروكوليسترول تحت الجلد بيتعرض للشمس بيتحول الى فيتامين دي 3. هل الفيتامين دي 3 واللي انا خدته من الاكل او من عن طريق الكوليسترول هل ده الاكتف فورم؟ لا مش الاكتف فورم اللي الجسم بيستخدمه، بيخش في مجموعه تفاعلات. اول حاجه في الليفر بيحصل له هيدروكسيليشن يتحول ل 25 هيدروكسي فيتامين دي 3 ده برضه ستيل ان اكتف. بعد كده في الكيدنيز بيحصل له هيدروكسيليشن ويتحول للاكتف فورم اللي هو 125 داي هيدروكسي فيتامين دي 3 او كالسي ترايول. ليه اسمه كالسي ترايول؟ عشان هو فيه 3 او اتش جروب عند بوزيشن 1 و25 وبوزيشن 3 اللي هي اصلا بتاعه الرينج بتاعه الكوليسترول اللي هو مبتدي بيها، واسمه الثالث 125 داي هيدروكسي كول كالسيفرول. يبقى ايه اسمائهم؟
كالسيترايول، 125 داي هيدروكسي كول كالسيفرول، و125 داي هيدروكسي فيتامين دي 3. تمام، ده الاكتف فورم اوف فيتامين دي 3، لازم نبقى عارفين الاسماء بتاعته. طيب ايه وظيفة الفيتامين دي بالنسبة لي؟ طبعا الفيتامين دي ليه وظائف كتير جدا جدا جدا، زي ما احنا عارفين وسامعين دلوقتي انه ليه ليه رول حاجات كتير جدا في جسمي، لكن ايه ايه الوظيفة اللي احنا هنتكلم عليها مينلي؟ ان هو بيحافظ على النورمال ليفل اوف كالسيوم في البلد. وظيفة الفيتامين دي من ضمن الوظائف الرئيسية بالنسبة له ان هو يحافظ على الكالسيوم ليفل. انا لا عايزة دايما لازم احافظ على الكالسيوم ليفل في الدم within النورمال رينج، لا عالي ولا قليل، خلاص. طيب وده وظيفة الفيتامين دي. ازاي بيعمل الكلام ده؟ بيشتغل على 3 اجزاء. اول حاجة بيشتغل على الانتستين، بيعمل ايه؟ بيعمل ان هو بيزود الكالسيوم ابزوربشن فروم ذا انتستين، وهنشوف ازاي. يبقى اول حاجة بيزود امتصاص الكالسيوم، ده نمرة 1 عشان يحافظ على النورمال بلوك كالسيوم ليفل، ده اول حاجة بيعملها. تاني حاجة بيشتغل على الكدني، الايفكت اوف فيتامين دي على الكدني، بيزود الكالسيوم ري ابزوربشن خلاص عشان يحافظ على نسبة الكالسيوم في الدم within the normal range. آخر حاجة بيشتغل على البون، ما أنا مع زودت الامتصاص بتاعه وحفظت وزودت السيرم كالسيوم ليفل، زودت الري ابزوربشن بتاعه وزودت السيرم كالسيوم ليفل، الكالسيوم ده يروح يحصل له يروح للبون ويعمل بون مينراليزيشن ويبقى زي ريزرفوار فور كالسيوم. تمام، بيعمل حاجة اسمها بون كالسيفيكيشن أو بون مينراليزيشن. يبقى ده الإفكت أوف الفيتامين دي على الانتستين والكدني والبون لصالح مين؟ لصالح الكالسيوم. يبقى أول حاجة هنشوف الإفكت بتاع الأكتيف فيتامين دي على الانتستين بيعمل إيه. اتفقنا إن هو بيزود الأبزوربشن، بيستيميليت الكالسيوم والفوسفورس، الفوسفورس ده بيبقى مصاحب للكالسيوم وبيستيميليت الأبزوربشن بتاعهم. إزاي بيعمل الكلام ده؟ إن هو بيزود السنسز بتاع بايندينج بروتين مسؤول عن الابزوربشن بتاع امتصاص الكالسيوم، اسمه كالسيوم بايندينج بروتين، اسمه كالبايندين. بيعمل ايه في الكالبايندين ده؟ بيزود الاكسبريشن بتاعه. يبقى الفيتامين دي بيزود الاكسبريشن على الجينيتك ليفل، بقى بيدي اشاره للجين بتاع بروتين اسمه كالبايندين، ده كالسيوم بايندينج بروتين، بروتين بيمسك في الكالسيوم عشان يحصل له امتصاص خلاص، وتسمعوا عنه بالتفصيل في المينرالز في الكالسيوم. يبقى تاني الفيتامين دي ازاي بيزود امتصاص الكالسيوم؟ ان هو بيزود الاكسبريشن على الجينيتك ليفل، بيزود الاكسبريشن، بيزود السنسز بتاع كالسيوم بايندنج بروتين اسمه كالبايندن خلاص. يبقى ده اول حاجه بيعملها الفيتامين دي، انه يزود الابزوربشن بتاع الكالسيوم عن طريق انه بيستيميليت السنسز بتاع الكالبايندن، ده اول حاجه. تاني حاجة قلناها بيشتغل على مستوى الكدني، انه بيعمل ايه؟ بيستيميليت الرينال ري ابزوربشن بتاع الفوسفيت والكالسيوم، قلنا الفوسفيت مصاحب للكالسيوم، بيعملوا ري ابزوربشن للكالسيوم والفوسفيت. يبقى ده تاني حاجة بيعملها الفيتامين دي. قلنا تالت حاجة بيعمل ايه؟ بيشتغل على البون. يعني ايه بيشتغل على البون؟ يعني انا عندي دلوقتي عملت ابزوربشن وري ابزوربشن، بقى عندي كالسيوم موجود في الدم كتير في الدم، بيروح للبون ويحصل يعمل نورمال مينراليزيشن وكالسيفيكيشن بتاع البون. طيب لو انا عندي الكالسيوم ليفل قل لاي سبب من الاسباب، لو البلد كالسيوم ليفل قل يحصل ايه؟ يجي الفيتامين دي مع مين بيساعده؟ عندي هرمون اسمه باراثايرويد هرمون، يعملوا ايه؟ يسحبوا الكالسيوم اللي كان موجود في البون ده، يرجعوا تاني الكالسيوم سيرم ليفل within النورمال رينج. يبقى تاني ده ممكن طبيعي يحصل امتى؟ لما السيرم بلوك كالسيوم يقل. يبقى الطبيعي انا بزود الكالسيوم ابزوربشن من الانتستين وري ابزوربشن من الكدني، زادوا في الدم راحوا للبون عملوا نورمال مينراليزيشن وعملوا زي ريزرفوار في البون. طيب لو انا الكالسيوم ليفل قل في الدم، اتفقنا ان انا ما ينفعش الكالسيوم يقل في الدم، يحصل ايه؟ الفيتامين دي بمساعدة هرمون اسمه باراثايرويد هرمون، بيطلع من باراثايرويد جلاند، هما الاتنين يعملوا ايه؟ يسحبوا الكالسيوم ده من العظم ويعملوا حاجة اسمها ديمينراليزيشن ويرجعوه تاني للبلد عشان يحافظوا منتين الكالسيوم سيرم ليفل وذين النورمال. اتفقنا؟ لحد دلوقتي انا ما عنديش مشكلة. ليه؟ لان انا عندي البون properly mineralized وما عندوش مشكلة. امتى تكمن المشكلة؟ لو انا عندي فيتامين دي ديفيشنسي، ساعتها يبقى عندي مشكله. ليه؟ لما يبقى عندي فيتامين دي ديفيشنسي، هل هيحصل كالسيوم ابزوربشن؟ لا. هل هيحصل كالسيوم ري ابزوربشن من الكدني؟ لا. هل كده معناها ان انا السيروم كالسيوم ليفل بتاعي هيبقى نورمال؟
لا هيبقى قليل. طب طالما سيرم كالسيوم ليفل قليل عندي والفيتامين دي اوريدي قليل، مين هيحاول ينقذني ويتصرف؟ الباراثيرويد هرمون. يعمل ايه؟ يروح على العظم يسحب منه، يعمل ديمينراليزيشن ويزود السيرم كالسيوم ليفل عشان يفضل في النورمال. يفضل يسحب منه يسحب منه يسحب منه، ما في حدود برضو. هيفضل يسحب لحد امتى؟ لحد وقت محدد يبتدي يحصل softening of the bone، البون يضعف ويحصل softening ويبتدي العيان يشتكي من الأمراض نتيجة الفيتامين دي deficiency زي الريكتس في الشيلدرن والأوستيوماليشيا في الأدلت. خلاص يبقى قصة عندي كالآتي، أنا عندي الطبيعي إن الفيتامين دي بيحافظ على نسبة الكالسيوم في الدم. طيب لو الفيتامين دي ديفيشنسي، في ديفيشنسي مفيش فيتامين دي، هيحصل ايه؟ اول حاجه مش هيحصل كالسيوم ابزوربشن كويس من الانتستين، انا مش عارفه اعمل كالبايندن. تاني حاجه مش هيحصل كالسيوم ري ابزوربشن، فالسيروم كالسيوم ليفل هيبقى قليل. طب هنا ينفع اسيب السيروم كالسيوم ليفل قليل؟ ما ينفعش، اتفقنا انه ما ينفعش. الحل ايه؟ الحل ان انا الباراثيرويد هرمون ينقذني. يعمل ايه الباراثيرويد هرمون؟ يسحب الكالسيوم من البون يوديه للدم. طيب انا عماله اسحب كالسيوم من البون اسحب كالسيوم من البون، البون في الاول عنده ريزرفوار وقادر يستحمل، بعد شويه بيحصل سوفتنينج، يبتدي البون عندي يضعف ويتاثر ويحصل الامراض اللي هي الريكتس في التشيلدرن والاوستيوماليشيا في الادلت في السن الكبير. يبقى ده اللي بيحصل عندي في حالات الفيتامين دي ديفيشنسي. ايه الامراض اللي بتحصل نتيجه الفيتامين دي ديفيشنسي؟ مرض اسمه ريكتس في الاطفال زي الحاله اللي احنا شفناها دي، اسمها الترجمه بتاعتها اللي هو الكساح. بيشتكي من ايه عيان الريكتس ده؟ زي البنت اللي احنا شفناها، زي ما احنا شايفين كده عندها النيز بتاعتها زي ما احنا شايفين، ممكن تاخد شكل في ديفورميتيز مختلفه بقى، ممكن تاخد شكل البو نيز دي اللي هو تقوس كده لبره، ممكن العكس يبقى نوك نيز بالمنظر ده. عندها الشست بتاعها صدرها ممكن يبقى حاجه اسمها بيجن شست، زي بيجن شست زي يعني زي الحمامه كده مطبقه من الجناب. ليه؟ لان عندي العظم ضعيف فاللونجز بتشد عليها فبتبقى مطبقه كده من الجناب. خلاص ممكن يحصل ديفورميتيز في السباي في الفيرتبرال كولوم، اهو عندي يا اما كايفوزز، كايفوزز يعني ان هو زي في قتب لبره. عندي حاجه اسمها سكوليوزز اللي هو سباين بيبقى للجنب كده، دي حاجه اسمها سكوليوزز، ده اللي بيحصل في السن الصغير. خلاص في الاول السيروم كالسيوم ليفل بيبقى في اول حالات الريكتس، لو الحاله مش ادفانسد قوي بتبقى السيروم ليفل بتاعها بيبقى الكالسيوم بيبقى وزن النورمال. ليه؟ لان الباراثيرويد هرمون عمال يسحب من العظم، بعد شويه الكالسيوم كمان بيبتدي يقل عند العين. عشان كده البنت عندنا اديناها فيتامين دي واديناها كمان كالسيوم. طيب في السن الكبير العينين بيبقى عندهم حاجه اسمها الاوستيوماليشيا. اوستيوماليشيا دي في الادلتس برضو بيحصل البون ديمينرايزيشن، بتبقى كومن قوي اللي هو لين العظام او هشاشه العظام، دي بتبقى كومن اكتر كمان في الفيميلز عشان البريجننسي والريبيتد بريجننسي واللاكتيشن وكده، ما بيبقاش اصلا عندها بروبر مينرايزيشن وكل النيوترينتس والكالسيوم بيبقى رايح للاطفال في البريجننسي، فعشان كده ده بيبقى كومن في الادلتس. دي الديزيزز اللي ممكن تحصل في حالات الفيتامين دي ديفيشنسي. اتفقنا الديزيز اسمه ريكتس في الشيلدرن واوستيوماليشيا في الادلت. عندي في الاوستيوماليشيا العينين بيبقوا prone ل repeated fractures، بيجي لهم repeated fractures نتيجة ضعف البون عندي. طيب كده نبقى خلصنا مع بعض الفيتامين A والفيتامين D، ناقص لنا في الفات سولبل فيتامين الفيتامين E والفيتامين K. بالنسبة لفيتامين E، إيه اسمه التاني؟ هو من عيلة التوكوفيرولز، فبنقول عليه التوكوفيرول. تاني حاجة اسمه رات أنتي سيريلتي فيتامين، لأنه بيمنع العقم في الراتس، عشان كده اسمه رات أنتي سيريلتي فيتامين. طيب ايه هي مصادر فيتامين اي؟ اتفقت معاكم انتوا هتجمعوا لي السورسز دي، بعض المصادر كده بتاع السورسز الدايتري سورسز اوف ذا فيتامين اي. ايه وظيفه الفيتامين اي؟ معروف وسمعنا وخدنا قبل كده، ودايما بنقول الفيتامين اي وظيفته الاساسيه ان هو انتي اوكسيدنت. انتي اوكسيدنت هو بيحمي الجسم بتاعي والممبرينز السيل ممبرينز من الاوكسيدايزنج ايجنت، خصوصا مين؟ خصوصا الار بي سيز، ان هو بيكونسنتريت في السيل ممبرين especially بتاعت الـ RBCs فبيحميها من الهيموليسيس. طيب لو انا عندي حصل فيتامين اي ديفيشنسي، هل هيبقى الـ RBCs بتاعتي protected against الـ oxidative stress؟ لا مش هتبقى protected، يحصل لها تتعرض لـ oxidizing agent، يحصل لها هيموليسيس ورابتشر والعيان يجي له hemolytic anemia. يبقى احنا كده
الفات سولبل فيتامينز الفيتامين كي. الفيتامين كي بنقول عليه كلوتينج شامبيون، واسمه التاني انتي هيموراج فيتامين. انتي هيموراج ليه؟ لان هو انتي هيموراج، هو بيمنع الهيموراج. ايه هي السورسز اوف ذا فيتامين كي؟ دي طبعا السورس بتاعتهم الاكل اللي انتوا هتجمعوها لي ان شاء الله. كمان ليه سورس مهمه قوي اللي هو سينثيسيس باي ذا انتستاينال بكتيريا، يبقى ده من ضمن السورسز المهمه بتاعت الفيتامين كي. ايه اهميه الفيتامين كي او ايه الفانكشن بتاعه؟ اتفقنا ان هو سميناه انتي هيموراجيك او انتي هيموراج فيتامين. ليه هو ليه انتي هيموراجيك؟ عشان هو ليه دور قوي جدا في الماتوريشن بتاع الكواجيليشن فاكتورز، بيمنع البليدنج، بيمنع الهيموراج. ازاي؟ انه بيعمل ترانسليشنال موديفيكيشن بتاع البلاد كلوتينج فاكتورز اللي هما مين؟ 2 و7 و9 و10 وبروتين اس وبروتين سي. يبقى بيعمل ايه؟ بيعمل ترانسليشنال موديفيكيشن، بيعمل لهم موديفيكيشن. طب ايه نوع الموديفيكيشن اللي هو بيعملها؟ خليني هو اوريكم اهو. انا عندي ال ادي واحد من اللي هو البري بروثرومبين، ده واحد من الكلوتينج فاكتورز فاكتور 2 اهو، ده الان اكتف فورم خلاص، بيبقى ان اكتف بروتين. بيعمل ايه في الان اكتف بروتين ده؟ بيعمل له اكتيفيشن، بيحوله لبروثرومبين، بيعمل له حاجه اسمها كاربوكسيليشن بانزيم اسمه فيتامين كي ديبندنت كاربوكسيليز. طيب الفيتامين كي ديبندنت كاربوكسيليز ده بيعمل ايه؟ بيعمل كاربوكسيليشن لمين؟ للجلوتاميت اللي موجود في البروتين. طيب لمجموعه من الجلوتاميت ريزيديوز، يبقى بيعمل ايه؟ كاربوكسيليشن اوف سيفرال جلوتاميك اسيد ريزيديوز اللي موجودين في البوليبيبتايد تشين. بيعمل لهم كاربوكسيليشن لانهي كاربون؟ بيعمل كاربوكسيليشن للجاما كاربون. شايفين الكاربون دي؟ عايز اعمل لكم عليها هايلايت كده. الكاربون دي اسمها الجاما كاربون خلاص. هي اول واحده هنا بتبقى احنا مش شايفينها، بس اول واحده بتبقى موجوده بتبقى الالفا، دي تاني واحده اسمها البيتا، والتالته دي اسمها الجاما كاربون. هو اوريدي ماسك فيها كاربوكسيل جروب بتاعت الجلوتاميت، هو بيعمل ايه؟ بيزود واحده تانيه، فبيعمل حاجه اسمها جاما كاربوكسيليشن اهو، جاما كاربوكسي جلوتاميت ريزيديو، بقت اسمها جاما كاربوكسي جلوتاميت. تمام. مين اللي بيساعد الكاربوكسيليز ده انه يعمل البروسيس دي؟ الفيتامين كي اهو، فورم من فورمز الفيتامين كي، بيتحول من هيدروكينون لفيتامين كي ايبوكسايد، وبيخش في حاجه اسمها فيتامين كي سايكل، يرجع تاني للفورم دي وهكذا لحد ما عشان يعمل لي بالبروسيس دي. يبقى ايه وظيفه الفيتامين كي؟ هو انتي هيموراجيك، انه بيعمل ايه؟ بيعمل حاجه اسمها ترانسليشنال موديفيكيشن بتاع مين؟ بتاع البلاد كلوتينج فاكتورز اللي هم 2 و7 و9 و10 وبروتين اس وبروتين سي. ازاي؟ ايه نوع الموديفيكيشن والتغيير اللي بيعمله؟ ان بيعمل حاجه اسمها جاما كاربوكسيليشن، يعني بيعمل ايه؟ بيحط كاربوكسيل جروب على الجاما كاربون بتاعت مجموعه من الجلوتاميك اسيدز اللي موجوده في البروتين ده، فبيحوله من ان اكتف لاكتف بروتين، فحوله الى اكتف جاما كاربوكسي جلوتاميت. بالمناسبه بقى افكركم بحاجه خدناها قبل كده، ان الجاما كاربوكسي جلوتاميت ده لما هنا الاثنين كاربوكسي جروب بيقدروا يمسكوا في هنا في الحته دي بقى، يمسكوا الكالسيوم، الكالسيوم اللي بيمسك فيه البليتلتس اللي بيساعد عمليه الكلوتينج وكواجيريشن. يبقى ده وظيفه الفيتامين كي. طيب لو انا عندي ديفيشنسي في فيتامين كي، اتفقنا ان ده انتي هيمرج صح، بيمنع الهيمرج، فبيعمل امراض ليها علاقه بالهيمرج، بيعمل هيموراجيك ديزيزز في النيو بورن. وافكركم ليه النيو بورن مور برون للهيموراجيك ديزيزز؟ بيعمل حاجه اسمها ايزي بروزنج وهيمرج خلاص، اي تخبط خبطه كده بتعمل كدمات زي ما احنا شايفين كده، وبيبقى عرضه اكتر العيان لانه يحصل له هيمرج وانترنال هيمرج كمان. طيب كمان بيعمل برولونجد بروثرومبين تايم، الوقت اللي بياخد وقت عشان ستوب البليدنج بيبقى طويل، فبيعمل برولونجد الفيتامين كي ديفيشنسي بيؤدي الى برولونجد بروثرومبين تايم. اخر حاجه هقول لكم عليها جنتل ريمايندر كده من السنه اللي فاتت للنيولي بورن انفنتس، هم عندهم ريسك اوف فيتامين كي ديفيشنسي دايما، لان هم اول حاجه ان هم عندهم البلاسنتال ترانسفير اوف فيتامين كي سبور، ما بيبقاش مصدر قوي للفيتامين كي البلاسنتا، ده اول حاجه وهم في بطن الام. تاني حاجه ان البريست ميلك كونتين لو ليفلز اوف فيتامين كي، كمان لما بييجوا يرضعوا بيبقى فيه لو ليفل اوف فيتامين كي في البريست ميلك. تالت حاجه مصدر من مصادر الفيتامين كي الرئيسيه الانتستاينال بكتيريا، هم عندهم ستيرايل انتستين، لسه اول ما بيبقوا مولودين بيبقى عندهم ستيرايل انتستين، فكمان ده سورس اوف فيتامين كي ما بيبقاش موجود عندهم، عشان كده هم مور برون للهيموراجيك ديزيزز. عشان كده دايما بندي الاطفال اول ما بيتولدوا فيتامين كي عشان نافويد المشاكل الديفيشنسي دي. كده نبقى خلصنا مع بعض الفات سوليبل فيتامينز ومحاضره النهارده، ونكمل ان شاء الله المحاضره الجايه الفيتامينز. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.